وعاجل ننشر لكم انتشار الجيش في البلاد وتفاصيل عن اشتباكات. تابع الفيديو للنهاية عشان تعرف التفاصيل. بيان عاجل وتحذير خطير جدا من الرئيس السيسي. وعاجل كارثة حدثت في قسم أول شبرا، 18 شخصا للأسف، نكشف لكم التفاصيل. ومطالبة مصرية عاجلة بتسليم ممتلكات محمد مرسي وقيادات الإخوان. وبيان مصري عاجل حول الحرب بين أرمينيا وأذربيجان. خبر ده في منتهى الأهمية، تابعوا عشان تعرفوا التفاصيل. وبسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة مصر ميديا IEB الإخبارية. قبل ما نبدأ عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اذكروا الله يا جماعة الخير. وقبل ما نبدأ اشترك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو لو حضرتك أول مرة تتابعنا، عشان توصلك منا فيديوهاتنا أول بأول. إذن الضغط على زرار الاشتراك الأحمر والضغط على زرار الجرس مهمين جدا جدا. وما تنسوش تضغطوا على زرار أعجبني أسفل الفيديو. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يكتب تحيا مصر في التعليقات تحت، انتوا رجالة وقدها وانزلوا يلا اكتبوا تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 500 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر. تعالوا نشوف تفاصيل أول خبر معانا، وبيان عاجل وتحذير خطير جدا من الرئيس السيسي. حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة موجة ثانية من فيروس كورونا في مصر، معتبرا أن مصر ستواجه مشكلة كبيرة جدا حال عدم التزام السكان بالإجراءات الصحية الاحترازية. وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمنطقة مسترد شمال القاهرة: الأعداد رجعت تزيد تاني في دول أكثر تقدما بكثير، لدرجة إن الأعداد فيها أكثر من 10,000 و15,000 حالة يوميا. وتابع: نحن نتعامل مع هذا الموضوع بشفافية ومصداقية كاملة، وما فيش مجال للعبث في مثل هذه الأمور. وأضاف الرئيس المصري: لازم ننتبه كدولة ومواطنين على ما وصلنا له، وإحنا داخلين على شتاء، ولو ما خدناش بالنا هنواجه مشكلة كبيرة، وبنقول للإعلام ساعدنا إننا نستمر في ده. وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 111 إصابة جديدة في فيروس كورونا و16 حالة وفاة، في تراجع مستمر للإصابات منذ نحو شهرين. وهذا كان تحذيرا عاجلا من الرئيس السيسي، خلي بالكم يا مصريين. تعالوا نشوف الخبر الثاني المهم جدا معانا، وعاجل انتشار الجيش في البلاد وتفاصيل عن اشتباكات. تعالوا نعرف التفاصيل مع بعض. اندلعت اشتباكات مسلحة مجددا في منطقة طاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس بين ميليشيات الضمان وميليشيات أسود طاجوراء، وكلتاهما تتبعان حكومة طرابلس، ما يكشف عن حجم التوترات بين هذه الميليشيات وعودة الانشقاقات في صفوف الحكومة. وذكر قناة ليبيا الحدث أن اشتباكات مسلحة وتبادلا لإطلاق النار بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة هزت منطقة آهلة بالسكان بمنطقة بئر الأسطى بمدينة طاجوراء الواقعة شرق العاصمة طرابلس، ما تسبب في إغلاق الشوارع الرئيسية على خلفية مقتل أحد عناصر ميليشيات الضمان بعد تعرضه لإطلاق النار من قبل مجموعة تابعة لميليشيات أسود طاجوراء. يذكر أن مدينة طاجوراء تحتضن عدة ميليشيات موالية لحكومة طرابلس، أكبرها ميليشيات الضمان التي تعد أقوى ميليشيات طرابلس وأعنفها، إذ تضم أغلب مسلحي طاجوراء إلى جانب ميليشيات باب طاجوراء وأسود طاجوراء. والجيش الوطني الليبي مستعد. منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل. هنا للأسف نشوف دور حكومة الوفاق وهي بتقطع في بعض بسبب الميليشيات اللي هي نشرتها ضد الجيش الوطني الليبي، فهذا هو العقاب، ان يكون في تمزيق في بعض من الداخل. تعالوا نشوف خبر تاني مهم جدا معانا، وعاجل كارثة حدثت في قسم اول شبرا، 18 شخص للأسف، نكشف لكم التفاصيل. اصيب 18 شخصا على الاقل من المحتجزين بقسم اول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية بالاختناق نتيجة استنشاق
الأدخنة الناجمة عن حريق محدود في غرفة الحجز، وتبين أن الحريق نتج عن تماس كهربائي، وتمت السيطرة عليه ونقل المصابون إلى مستشفى النيل بشبرا الخيمة لتلقي العلاج اللازم دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة، وتحرر المحضر اللازم بالواقع. مصدر كان من وكالات، منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل، وربنا يستر إن شاء الله ويكونوا بخير. تعالوا نشوف خبر تاني مهم جدا جدا معانا. مطالبة مصرية عاجلة بتسليم ممتلكات محمد مرسي وقيادات الإخوان. رفعت لجنة التحفظ وحصر وإدارة التصرف بأموال الإرهابيين بمصر دعوى قضائية تطالب بنقل ممتلكات وأموال ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي و89 شخصا آخرين إلى الدولة. وذكرت بعض وسائل الإعلام المصرية أن من أبرز المشمول أصولهم بالدعوة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرة الشاطر، وباشرت الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة النظر في الدعوة، وقررت تأجلها لجلسة 18 أكتوبر المقبل للإطلاع. وطلبت الدعوة وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق محافظ البنك المركزي بصفاتهم بنقل ممتلكات وأموال المتهمين إلى الدولة. وشمل قائمة المتحفظ عليهم ورثة الرئيس الراحل مرسي، وهم زوجته نجلاء، علي محمود، وأولاده الأربعة أحمد وشيماء وأسامة وعمر، فضلا عن 88 آخرين. المصدر كان من أرتي، منتظر رأي حضراتكم في هذا الخبر الهام والعاجل جدا في مصر. وبيان مصري عاجل جدا حول الحرب بين أرمينيا وأذربيجان. للأسف في الأيام دي، يعني من أول امبارح، وفي تعبئة عامة بين أرمينيا وأذربيجان، وفي تصعيد للقتال في قرية اسمها باغ. فتعالوا نعرف التفاصيل، وهل في يعني حرب فعلا بدأت ولا لا، ولكن عاوزين نعرف تعليق الخارجية المصرية على هذا الأمر العاجل. وأعلنت الخارجية المصرية أنها تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم قرية باغ. وناشدت الخارجية المصرية الطرفين في بيان بضبط النفس ووقف التصعيد في الإقليم الحدودي. وأكدت الخارجية المصرية على موقف مصر الثابت والقائم على حث كافة الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وذلك في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي. وشهد إقليم قرية باغ تصعيدا عسكريا جديدا، حيث قالت باكو إن أراضيها على خط التماس في المنطقة تعرضت لقصف أرمني، بينما اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول بانشيان أذربيجان بشن هجوم على قرية باغ. مصدر كان من RT. تعالوا نتابع مع بعض. وللأسف بسبب هذه التصعيدات نشرت وزارة الدفاع الأرمينية مقطع فيديو يظهر قصف قواتها لدبابة أذربيجانية على خط التماس في إقليم قرى باغ أمس الأحد. وتجددت المواجهات اليوم بين القوات الأرمينية والأذربيجانية عند خط التماس من إقليم قرى باغ. وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن قواتها أسقطت مروحتين أذربيجانتين وثلاث طائرات مسيرة، محملة قيادة أذربيجان كامل المسؤولية عما يحدث. وأضافت الدفاع الأرمينية في وقت لاحق أن أذربيجان خسرت ثلاث دبابات، مرجحة أيضا تكبدها خسائر في الأرواح. مصدر RT. يعني أنا مش عارف، المنطقة أصلا مش مستحملة أي صراعات، فدلوقتي دولتين يدخلوا في حرب، أنا مش فاهم الموضوع. ولكن تعالوا نتابع مع بعض برضو آخر الأخبار عن هذا الأمر. وللأسف طائرة أذربيجانية تدمر منظومة دفاع جوي أرمينية. نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقطع فيديو قالت إنه للحظة تدمير منظومة دفاع جوي للقوات الأرمينية
في إقليم قرى باغ، وتوثق اللقطات المنشورة حسب الوزارة لحظات استهداف معدات عسكرية قتالية للعدو. وتظهر في المقطع منظومة دفاع جوي من نوع أوسا خلال تدميرها برضة جوية. وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن الهجوم المضاد الذي نفذه جيش البلاد على جبهات مختلفة أسفر عن القضاء على عدد كبير من عناصر القوات الأرمينية والمعدات العسكرية التابعة لها. المصدر كان من أرتي. للأسف هذه آخر التطورات بين أذربيجان وأرمينيا، وربنا يستر والموضوع ما يكبرش ودول تخش في الأمر ده، لأن طبعا لما دولة بتيجي تحارب بيبقى ليها حلفاء، وربنا يستر الموضوع ما يتطورش أكتر من كده والموضوع يتلم. جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم إسلام من قناتكم مصر ميديا IEB. إن شاء الله أشوفكم في نشرات أخبار جديدة وبس مباشر جديد، وبحبكم جدا، بحب تعليقاتكم. ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زرار اللايك أسفل الفيديو وزرار الاشتراك الأحمر عشان يجيلكم منا كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.